هو بس باقي النظافه، باقي اقل من دقيقه يا جماعه. عبد الله النظافه، عبد الله نواف النظافه، ركزوا على النظافه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد يا سعد. ما شاء الله. ابعد. الله يخليك. وصل عليهم. حط الثمن. قيم قيم الحين، جالسين نقيم الحين. الان هذه جالسين نقيم، اصبر التقييم تشوفون بعد شوي. جالسين نقيم الحين يا جماعه. التقييم احنا لابد التقييم لابد تذوق خمس مرات ورا بعض. ها اي والله لازم تشوف. هذا عندك عين طبخه عبد الله زين ونواف الشهراني. لا لا ما شاء الله بيدك هنا فول. الله عبد الله بيدك. عبد الله الكاميرا عندي. يلا يلا بيدك بيدك. لا هذا من ابداع عادي يا احمد. يوم حطيت لمسات سحريه يعني يوم وصلنا للنهائي قمت بقفصك بيدك. خطير خطير خطير. نقيم احنا نزيد نقيم كل حتى هم اخطب حتى هم اخطب ايديهم يلفونك روح عادي. الفريقين اخطوا ترى فتح الجلفز وتقطيع الخبز. صح قيم قيم. انا قيم ساير. انا جالس اقيم يا جماعه. الفريقين كلهم اثنين جالس نقيم يا اخي. انت وقف اثنين لف 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 تعال جالس نقيم. الدواء سهلك ساير. يلا الان عندك التقييم انت يا جماعه. انت الوقت عبد الله نواف. هلا خلاص بالله قرب قرب يا مخرج. خلاص نشوف نشوف. طيب اشتغل تفوز. اسمع اسمع بالله يا احمد شوي ورا شوي ورا شوي. سعد شوي ورا. شل ذي سعد. ها رجعت ورا. ها مخرج تعال قلبي تعال قلبي تعال. ها شوف لا 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 تقرب. ارجع 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 شوي. هنا ترى سال دمع الفراق سال دمع المدينة وانتهت قصتي. قرب احمد تحسب اني بصراحه. حط يدك اي حط يدك هنا. ليه حط يدك هنا؟ شفاف. اي هم بينسونه فاتح وبكره يجي. والله لا 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 تو طفيته. لا الا اي والله شفاف. توك طفيته. هذا يقول حط. لا انت ليش تقول ليش كان شايفه سايس طفيته. والله تعال تعال ليش تقول حط يدك؟ طيب بتحرقني يعني. انا فار تجارب. انا ليش تقول حط يدك؟ ليه؟ كم يدي خمل صدق نزلت فوق فوق. انت نزلتها؟ نزلتها تحت احترقت. كم لو مت يا سايق؟ تعال تعال عد عد. خطا هذا خطا. عد عد احمد عد. اسمع احرز فيها. اسمع رن ما رن صريح. عد يا احمد عد عد مره ثانيه. يلا تعال تعال. يلا وفقكم الله شباب. استريحوا برا. تعال اطلع برا. اضرب اضرب احرز فيها. اضرب اضرب بحلام. خلنا اول شيء السلوك. لا تعلقه. ها؟ لا تعلقه. تراكم سوالين. انا؟ لا ما بقول لكم تريلا يعني سوالي مترفيعه حطها تريلا بس واحد. يلا استريح. هذا هديه مقدمه. طيب انتظرك عند الباب. هديه جالس يقيم طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين. ساير يعني ساير فك الواتس يا ساير. طبعا هنا كلمني. اصبر خلونا نقيم. نودي نقيم على قلبي والله ضابطك حياته كلها مدلوقه. مسوي فيها انها يقيم. ها ساير افتح الواتساب. مسوي فيها انه يقيم. عمرك فتحت يقيم فول؟ مسوي فيها انه خف علينا يا الشيف اللي من ايطاليا. ذمتك ايش رايك فيه؟ والله حلو ما شاء الله. يقيم فول. تقول شيف من ايطاليا. يا رجال. اخر صور اخر صور. والله منها مدموزيلا. هلا مدموزيلا. كفو. يلا يا شباب. خبلة. سال دمع الفراق. سال. ما حطيته هو. لا. وانتهت قصة كنت تحسب اني بطلها. يلا شباب هذا الفوز الصح لونه حتى آه. طيب والله اني احبكم. قيمت ساير خلاص. احنا والله بعد نحبك. طيب خلنا نقرا لهم تغريده تغريده. اني زعلان عليك. انا جيت حدا سوف نرضيك حاليا ساير على قيم. اول حاجه في فريق تهور وذاك قبلي. من هو انا؟ فريق هذا لا انا اشوف انها على ما نحكي الاعداد حاسبينها عليك فما ارسلي لي اني ما اقيمك بس بقيمك واللي الله كاتبه لك بتاخذه. منو؟ يقول اللي اكله لا تقيم. ما حد انا ما اكل باكل من اللي ما قيم ما اكله كلها يا رجال كلها اكلاته. احمد اكلت يبا؟ اي انا اكلت الفول لانه فول يعني نقيم معك سعر اليوم نقيم ابي اشوف اليوم لان الفول سهل او اقصد صعب الفول تقيمه. والله صعب يا جماعه فول يعني احد يعني يقيم فول؟ هذا طبخه جايه من وش ياكل وش كذا فول. النفس 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 يا نفس في نفس في نكهه في شيء تحطه تختلف عن فول خويك.
صح؟ خلاص في شيء تحطه بسيط يفرق عيد لك الطبخه كلها فعلا ساير خبره بالطبخه اشد منه تقييم عند الرجال كل واحد مكانه عشان انبسط كل واحد مكانه عشان استانس تعلم هذه اللعبه من قلبك يا سائل قيم تقييم عطنا سائل انت جالس تتغدى يا سائل ما جالس تقيم بندوق يا سائل جاهز للفول العظيم جالس تتغدى من اليوم قيم يا اخوي طبعا احنا بالدم الضمير يا اخوي ما هي ذم ضمير هذه 10 لقمه هذا ما صار ذم ضمير هذا صار دبه وضمير الله يشفيك ضربتي وادي معنا هنا قفصتني يا اخوي قفصني يا جماعه علموني انا ترى انا مسلم ضعيف طيب شباب 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 دائما انوع على الطريقه هذه دائما انوع الطريقه هذه يا جماعه لاحقين على اكل لاحقين على اكل خذوا 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 ارجعوا اماكنكم ارجعوا اماكنكم ارجعوا اماكنكم خذوا صحونكم نصيحه مني ارجعوا اماكنكم خذوا صحونكم وبدون احمد جماعه انتم دائما هذه ترى تصير عندكم بالشباب تروحون تركزون بالاكل تركزون الدنيا الان في فقره في مناقشات في تغريدات خلاص خلوكم بالاكل معنا قريب تغريدات صلى على النبي ايه تغريده يلا يا شباب اسمعوا ولد سعد هناك عشان تلقطكم الكاميرات عشان تلقطكم الكاميرات اثنين اثنين ليش عشان كاميرا هنا وكاميرا هنا شوي احمد